ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب، ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم، ولا خضعت أسد الفلا للثعالب. سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضارب. وقد نصح دليلنا حسان ببضعة أقوام تصلح لما نبتغي في نجد، وقومك أحدها، فما قولك؟ لا يحتاج الأمر كل هذا الشرود يا ابن بدر. لا تسأل إن كان في صالح قبيلتك أن توافق أم لا، فالإجابة أوضح من أن تقال. ولكن سل، هل تستطيع أنت وقومك حماية قوافل الحج القادمة من الحيرة؟ تعلمان أن والدي حي، ولا أستطيع أن أعطيكم ردي الساعة، ليس قبل أن أستشيره. ليكن، أرجو أن تعجل فيما عليك فعله. سآمر لكما بطعام وشراب. وأين رجال المناذرة الآن؟ أمرت لهم بطعام وشراب. وافق فورا يا حذيفة. حقا؟ بالطبع، ولكننا أقمنا أعواما لا نخضع لسيادة أحد، والموافقة على ذلك ستجرنا للخضوع للمنذر ابن ماء السماء، وإن لبعض الوقت من السنة. يا بني، هذا رزق وفير جاءنا من حيث لم نحتسب، وهذا رزق سيجعل قبيلتنا في حال أفضل. هب أنك رفضت ما يعرضه عليك المنذر. إن كان لي أن أعرض ما أرى. كلانا يجتمع يا لبابا. إن رددت رجل المنذر خائبا لم يكن أمامه في البادية سوى عبس، وأني على ثقة أن زهيرا لن يرفض عرضا كهذا. عندئذ ستقوى شوكته، ففوق كل ما يملك من العدد والعدة سيصبح حليفا لمملكة الحيرة. من يرده على أعقابه حينها يا حذيفة؟ أم تراني مخطئة يا عمه؟ هل انتهيتم من الراي؟ ما الأمر؟ أنت متعبة؟ لا أحد يبقى شابا يا شيبوب. وما زال عن طرف المرعى؟ ما زال في المرعى. خذني إليه. عنترة! الذي أتى بك إلى هنا؟ وما الذي تفعله الأم إن لم يعد ابنها إليها؟ اعذريني يا أمه، لم أرد أن تحتملي كل تلك المشقة. كل
تلك المشقة. زبيبة، متى حدث هذا؟ عنترة، أخبر عنترة وشيبوب أن يعفيهما من الرأي اليوم، ثم أمضي إلى شأنك. Thank you.
على الرحب والساعة، تفضلوا. أنت تعلم أننا لا نستطيع أن نضاهيكم في ضيافتكم يا ابن بدر، ولكنه جهد المقل. قد كفيت ووفيت، والآن على ما استحققنا شرف زيارة ابن سيد ذبيان. لدى سيدي بدر رغبة. يتحدث الأتباع في حضرة السادة يا ابن بدر؟ بما جئتنا من أخبار البادية يا مرجان؟ ألن تعلمني بغرضكم من الزيارة يا ابن بدر؟ بلى، نريد منك أن تغزو عبس مقابل أجر معلوم. ما يضحكك؟ لا عليك، لا عليك. اسمع أيها الليث،
لا نريد أن نطيل بقاءنا هنا. أخبرناك بغرضنا فأخبرنا بطلبك. 200 بعير من قطعان ذبيان يختارها عبدي مرجان، لأنه يحسن الاختيار وهو راع قديم. نختار منها 20 قبل أن نخرج إلى الغزو. إذا نجحنا استكملنا العدد إلى 200، ثم تحملون إلينا 10,000 دينار رومي ذهبي على أن أضمن الحماية لي ولرجالي 5 أعوام إذا احتجتها. وإن فشلتم؟ تكون الإبل 20 دينا علي أرده بعد أقل من 2 على أننا لن نفشل أيها الشاب. وما يدريك؟ ما يدريني؟ لدي من الأخبار ما يكفيني لأن أكون على ثقة. ما قولك يا سيدي حمل؟ ما قولي؟ لقد فقد هذا الأفاق عقله. كيف تظن أننا سنعطيك كل هذا الذي تطلبه؟ إن لم تفعلوا فلا إغارة على عبس. ستغير على عبس وبأقل من نصف ما طلبت. ما أنت إلا قاطع طريق متشرد، وليس لك أن تطلب كل هذا. أبلغ سيد ذبيان أسفي لأنني لا أستطيع تقديم العون له. من تظن نفسك حتى تخاطب ابن السنة بهذه الطريقة؟ اسمع يا ابن بدر، لقد سكت على كل ما قلت وفعلت حلما لا ضعفا. لعلك تظن بنفسك معرفة السياسة والتفاوض. عليك أن تعرف إلى من أتيت يا ابن بدر. عليك أن تعرف. أنت تعلم أنني بزيارة واحدة إلى زهير أستطيع أن آخذ أكثر مما طلب، وبإغارة واحدة على دياركم أدبرها بليل أستطيع أن أحصل ضعف ما طلبت. اجلس يا ابن بدر، اجلس. كلانا يعلم يا ابن بدر أنني الوحيد القادر على تلبية طلبكم هذا، وإلا لأغرتم بأنفسكم على عبس. وكلانا يعلم أن غرضكم من هذه الإغارة
هو كسر شوكة زهير لدرء الخطر الصادر عنه، والذي بات يهدد قبائل نجد كلها. أمامك الكثير لتتعلمه يا ابن بدر، أمامك الكثير. ألا ترى معي يا مرجان؟ إنها العناية الإلهية، عناية إلهية أن يخرج نصف فرسان عبس للغزو في اليوم الذي يأتينا فيه سادة الذبيان. في الصباح اجمع الرجال وكونوا على أهبة الاستعداد، سنوير على عبس قبل عودة فرسانها الخارجين إلى هوازن. هل فهمت؟ المسكينة رحلت دون أن ترى أمالها في ولدها تتحقق. أتعلم لما أسمته عنترة؟ لأنها كانت ترى أن العبيد يولدون كذبابة الخيل دون قدر، دون أن يرى فيهم السادة إلا عبئاً على أنهم لا يستطيعون العيش دونه. ها هي الآن تموت كذبابة الخيل دون أن يرثيها أحد أو يحزن لموتها إلا ولدها. أي قدر، أي قدر. ليس أمامنا إلا أن نأمل أن يتغير هذا ذات يوم يا أمي. ذات يوم؟ ذات يوم. سمية، لا تظن بي الظنون ولا تأخذك الغيرة، إنما أحزن على عنترة. أعلم ذلك يا شداد، أعلم. Thank you.
هيا. قد خرج كثيرون وراءنا وما زال رجالنا يوغلون مبتعدين، ألا تهجموا يا سيدي؟ بل نعاود الكرة. لا تخشوا شيئا، لا تخشوا شيئا، لقد خرج إليهم قيس وشاس، ولابد أنهما يعودان مع الرجال برؤوسهم. قتالنا، افعل شيئا يا شداد. ليس من الحكمة أن نخلي القبيلة من الرجال يا سيدي. إلى الخيل، إلى الخيل. فلننطلق حتى نلحق بهم. قيس، إن بقينا هنا طويلا نجوا. لقد استدرجونا خارج المضارب. إنها مكيدة. عودوا إلى المضارب، عودوا إلى المضارب، عودوا إلى المضارب.
تجلساني هنا والديار تكاد تهدم فوق رؤوسنا؟ عنترة، ألا تقاتل معنا؟ ما أنا إلا عبد. لا وقت لهذا الآن، كر معنا عليهم وبعدها سيكون لنا شأن آخر. هيا. والعبد لا يصلح إلا للرعي والحلب والصر وحمل الأحمال. عنترة، ألا ترى ما سيحل بنا إن لم تعنا؟ أمال عبس معلقة بك يا عنترة. ليس لي فيها ما أدافع عنه. ليكن يا عنترة، ليكن. إذا قتلت فانتصرت، فانتبني ومن صلبي. كر عليهم يا عنترة، كر وأنت حر. علينا أن نطارد فلولهم، أن نكتشف مكانهم ونبيدهم. فلنشكر السماء على إنقاذ المضارب. كدنا نصل إلى أسفل درك وأنت تريد أن تلحق فلولهم؟ هكذا أنت دائما، تجعل من كل أمر صغير أمرا كبيرا. يا بني عبس، تجمعوا واسمعوا. يعد عبدي بل ولدي، ولدي ومن صلبي. وأنتم جميعا تسمعون وتشهدون أن اسمه أصبح منذ اليوم عنترة ابن شداد العبسي. عنترة ابن شداد العبسي. خير أن عبسا لم تقتله. عنترة، كم أفخر بك يا عنترة، كم أفخر بك يا ولدي.
أبي. قد أطلت الغياب يا عم، أطلته كثيرا. لا أريد أن أتذكر ما كان يا شأس. قد آلمني الابتعاد عن هذه القبيلة. لا عليك، أنت تعود إلينا الآن. أخبرني، هل تزوجت؟ أفأبقى دون زواج حتى الآن يا شأس؟ أصبحت أبا مالك. أبا مالك.